تذكر لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد لزعر العناني حالة الفقر التي يعيشها والامتيازات المادية الهزيلة التي يحصل عليها، وقرر أن يغادر مقر المعسكر خلسة ويرتمي في شوارع سلوفينيا، تاركا وراءه العديد من علامات الاستفهام حول عواقب قراره المفاجئ. هروب الرياضيين الجزائريين في التظاهرات الكبرى والتربصات أصبح ظاهرة غزت كل الاختصاصات، حتى باتت تشكل هاجسا للاتحاديات خلال إقامتها لتربصات خارج الوطن أو المشاركة في الدورات الدولية. العام 2018 شهد هروب لاعبة كرة الطائرة صابرينا تامالولت خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي جرت بمدينة طارقونا الإسبانية. ورغم نفي الوفد الجزائري لفرضية هروب لاعبة المنتخب، إلا أنه تأكد مع مرور الوقت أن تامالولت فعلا فرت ولم تعد مع الوفد إلى الجزائر. وقبلها بأشهر قليلة هربت لاعبة المنتخب الوطني لرياضة البلياردو لأقل من 19 عاما لينا كرباب من تربص كان يجريه المنتخب في روما الإيطالية. العام 2011 شهد اختفاء رياضيين في فريق الكرة الحديدية في فرنسا أثناء تواجدهما مع المنتخب الوطني المشكل من 5 لاعبين في سابقة هي الأولى في هذه الرياضة. ويحمل تاريخ الرياضة الجزائرية العديد من حالات فرار الرياضيين خلال الدورات الدولية والتربصات، حيث تختلف الأسباب والهدف واحد، ألا وهو البحث عن رعاية أفضل ومستقبل أحسن في ظل حالة الإهمال التي يعانون منها. فهل سيجتمع أصحاب ربطات العنق لوضع حد لهذه الظاهرة؟